ازيكم يا ابطال؟ النهارده بقى يا اخواتي في مفاجاه جامده جدا. النهارده عيد ميلاد الحسين. هو دلوقتي يا جماعه عارف ان انا هعمل له عيد ميلاد وافرحه، بس ازاي يا جماعه؟ انا جاحد ما اقدرش، غصب عني اتولدت كده، اعمل ايه؟ هنعمل فيه بقى مقلب جامد جدا، وعشان قلت هنعمل يبقى في حد هيساعدني في الموضوع ده. تخيلوا بقى مين معايا وحد انتوا بتحبوه جدا جدا جدا. تعالي تعالي معانا يا جماعه ملوك القمر. وحشتوني كتير. هنعمل حته عيد ميلاد تحفه تحفه جدا. فكره المقلب يا جماعه هو هنتجاهل الحسين ليوم كامل كانه مش موجود خالص، هو اصلا مش موجود. هنعمل عيد ميلاد لملك مع انه اصلا مش عيد ميلادها، بس هنعمل لها عيد ميلاد ونغيظ بيه الحسين. هيخش هيفكر ان هو عيد ميلاده، بس يتفاجئ انه عيد ميلاد ملك مش عيد ميلاده. وهنسكت على كده؟ لا طبعا، في حاجات في الفيديو هتحصل انتوا نفسكم هتتفاجئوا بيها، وهنشوف رد فعله يا جماعه واحنا متجاهلينه كده. لازم نخليه يزعل ويعيط يا كابتن، ينهار كده. لو عيط يا جماعه هفاجئه بالهديه اللي بيحلم بيها. طب معايا تمام، خدها. هنهزر هنهزر. وقبل ما نبدا المقلب يا جماعه ما ننساش تشترك في القناه وتفعل زر الجرس ويلا بينا. ودلوقتي يا جماعه الحسين مش عارف اللي هيحصل له. جبنا حاجات لملك. لمين؟ انا ملك. لملوكه. كل سنه وانت طيبه. اوه الله الله، بيموت في الفانيليا. هاكلها لوحدي. بس مش نشوف بقى رد فعله ايه. وسعت. شايفين القمر؟ شايفين القمر بقى لما يتحط على الهدايا والحاجات والحسين يدخل. تعالى يا رأفت، تعالى عليا كده. بصي ملك الجامده بقى. بس ستوب، اطلع عليك اجمدي. هنشخرم وشه النهارده، مفيش كلام، هنبهدله النهارده. لازم نطلع الحاجات اللي هنا قبل ما الحسين يجي. ايوه يلا بسرعه عشان ما ينكشفش. يلا يا رأفت ادم الكاميرا العمار وتعالى بسرعه. ودلوقتي يا جماعه احنا لازم ننفخ البلالين بسرعه. كله اصفر اهو، لازم نخليه عارف النهارده. تعرف تربطي؟ انا ما بعرفش اربط. هابي بيرث دي يا سونا. يا ابني يا حبيبي انت عبيط والله. خد ربط البتاع دي، انا بنفخ بس ما اربطش. انا ماشي حسين بقى، هنروقه هنروقه. شايفين شايفين شايفين؟ حسين بيعشق الحاجات دي، بس يا خساره مش لي. ايه ده؟ سبيرس لتر. سبيرس بيتش. سبيرس فرر. ده احنا هندلعه النهارده. هندلعك هندلعك. خلص. بحبك باستمرار، بحبك طول العمر. تعالى بقى. وعارف كل حاجه هنا من المقاطعه، عرفونا في التعليقات لو في حاجه من المقاطعه، ونشوف الحسين هيعمل ايه. يا ابني تقطع لي خلفي. قطع لك ايه؟ قطع لك خلفك؟ كنت هضربه بس انت روشتني بكلمه قطع لك خلفك. دي شغاله؟ يا لسه ياما هنشوف. الله. بحب الحاجات دي قوي. دي عباره عن ايه بقى؟ انا مش فاهمها. البتاع اللي بتعمل تش. والله العظيم انا حاسس ان التورته بقت هبله. ودلوقتي يا جماعه احنا بعتنا رأفت يروح يجيب سن الملك اللي هيكون موجود على التورته عشان الموضوع يبقى جامد. ازاي تنسى سني يعني؟ ازاي تنسى سني ازاي؟ اوفر ده. عندك كام سنه؟ احترمي نفسك يا ولية. دي بقى الهدايا اللي هنديها الملك في الفيديو، ونشوف حسين الرياكشن هيكون عامل ازاي. ايه اللي جوه القلب؟ مش عارفه انت منقاها معايا. بص بقى يا ملك. ايه؟ او ان هو مقلب. خايف 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 خايف. ماما ايه؟ عايزين نخلص ام المقلب على خير بقى. خلاص مش تفاصيل، مش دلوقتي. انا جعانه. اوني اوني انجزي، الواد داخل علينا دلوقتي وهنتفضح. ده عيد ميلادي، المفروض ما اعملش حاجه. عيد ميلادك ميوت؟ انا بقى ما استغربتش. مش عيد ميلادك بجد قوي. ما تعملش حاجه. ما تسويش بيها. كلنا عيش اللحظه يا شباب. يا قلبي ابوس ايديكي، مش ناقصه بطل انت كمان. بصوا يا جماعه احنا عملنا ايه؟ بس للاسف يا حسين عارف انك بتعشق البلالين. معلش يا حبيبي بس مش ليك، لملوك. لملوك الامر يخس كمينه. هو رفض كده الحمد لله بالسلامه. جبت الاركان؟ جاء المحاربه شاطب. ايه انا المستر. انت وشك كبر من كتر النفخ. كفايه. انت عندك كام سنه؟ 30 صح؟ يا عيني الحزن اللي على وشها. كبرتوني؟ 30 دي انا عندي اصلا 5 سنين. عايزاني عيل العيال مني كوكينه قطيع عيني. انا لسه صغننه.
معلش ايه 30 دي؟ معلش ما تزعليش نفسك. اجيب لك بونبوني. حاضر. شوكولاته. وايه؟ شوكولاته. حاضر. ما تزعليش نفسك يا حبيبي. النهارده ايوه انت بتاكل التورته بتاعتي؟ ماشي. ودلوقتي يا جماعه هنردوا في الدنيا دي كلها عشان حسين تقريبا داخل علينا. يلا يا ايه؟ مين؟ بس بس خلاص دلوقتي اهدوا اهدوا. بس بقى بس بقى بس بس بقى يلا كانت فرقة اهي بوم فرقة. انا طب انا عارفة انها اتخضيت لي. انا مش فاهمة هذا ما تعرف عشان حسن شكله داخل دلوقتي. كل سنة وانت طيبة يا ملوكة. ودلوقتي يا اخواتي احنا مش بتوع بلالين. ايه؟ احنا مش بتوع بلالين. ايه؟ بس جت صفقة بلالين وقلت اوزعها عليكم. عارفين هنبيع البالونة بكام؟ بكام؟ بربع جنيه. بربع جنيه. بربع جنيه؟ بس بس عشان حسن داخل. يلا. هي التراتين عملت كده ليه؟ شكلها مش مصدقة. يلا روح امسك الكاميرا رقفة بسرعة عشان حسن داخل علينا. بسرعة بسرعة بسرعة. خليك عمار هنا بس عشان انت لو شافك لو شاف شكلك ده هيعرف انه مقلب. دلوقتي بيقول ان هو جاي بجد والله. بيقول له طلع على السلم. ربنا يستر يا رب. افتح افتح بسرعه. افتح 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 افتح. تعال تعال بسرعه. ايه ده؟ انت عامل عيد ميلاد؟ عيد ميلاد ايه؟ تعالى بس تعالى هقول لك. والله العظيم سك باب سك باب وتعالى سك باب. كنت عايز لحد يعمل لي مفاجاه. تعالى والله العظيم النهارده يهبل. اصبر يا ابني. النهارده مش عيد ميلادك. امال النهارده؟ ايوه النهارده عرفنا عيد ميلادك صح؟ ايوه. بس النهارده عيد ميلاد برضه ملك. طب ما بص ده عيد ميلاد انا صح؟ ملك ولا كل سنه طيبه. انت ما عندكش دم ليه؟ كل سنه وانت طيبه. كل سنه طيبه بس ده ليا برضه. ايوه ان شاء الله. المهم بقى ملك يلا 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 يلا. Happy birthday to you. Happy birthday to you ملك. Happy birthday to you. نار شاشة ايه؟ وانا المفروض انفخ 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 بسرعة انفخ انفخ. انا عيد ميلاد انا كمان انفخ انفخ. شاطرة شاطرة يا ملوكة. دلوقتي يا جماعة هنقطع التورتة طبعا عشان مين؟ ملك. هات يا ملوكة. انا بقول لك عيد ميلاد انا كمان النهاردة. انا المفروض تفرقعوا دي اول لما ادخل. ما فرقعتهاش عليا ليه؟ اوه نسيت افرقعها يا ملوكة القمر. تاني كمان. ايوه ايوه ملوك القمر. ودلوقتي يا جماعه الحسين فعلا بدا يحس ان احنا متجاهلين وزعل ولكن لسه ما شافش اللي هيحصل. جدا. انت الهدايا دي ليا صح؟ تجيب لي الهدايا دي ليا. اصبر بقى اصبر بقى. ده ملك جالها الهدايا دي تحفه هتعجبك قوي. تعالى اوريك الهدايا اللي جات لي. الله 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 عجبك؟ ده كان جاي لي انا. كان جاي لي انا صح؟ جاي لك انت؟ لا لا ده مش تبعك. مش تبعنا يا بس صح انا. اصبر شويه. شايفه بقى يا ملوكه؟ تحفه دي ليا صح؟ شايفه دي بقى؟ الله الله دي رجولي. دي كلها فضة. دي فضة فضة. انا عارف ان دي عشان الفضة. مج الله بجد؟ يا حسن يا حسن تعالى اوريك. هو انت فكرني رجالك ده بس؟ ده شوز رجالة بس هتاخديه عادي. استنى ده ممكن يبقى ايه؟ سكوت سكوت. فيا حسين يا حسين هديك اللي انت عايزه. حاضر حسين انت مش صغير يعني. انت ما ادتنيش حاجة لحد دلوقتي. دي بقى كانت جاية لي بس قلت مش خسارة فيك. شايفة؟ دي كانت جاية لنا انا. اصبر جاية لنا وانت. الله ايه يا حبيبي؟ انا بقول لك جاي لنا. عجبك بجد؟ ما ينفعش تدير الحاجات دي. اصبر بقى يا حسين بقى. لا جاي لنا وانت كل سنه كل سنه وانت كل سنه وانت طيب يا حسين. مبسوط هو كده صح؟ عايز تفرح صح؟ عايز تفرح. كل سنه وانت طيب يا ملوكة. يعني انت ما تعرفش النهارده عيد ملك عيد ميلاد ملك يا حسين؟ كل سنه وانت طيب يا ملوكة. كل سنه وانت طيب. عيد سعيد عليك. ما ردتش عليك. انت هوا يا ابني. كل سنه وانت طيب ومن قلبي القريب والسنه دي معايا واللي جاي ويايا. هل بقى هدوقك التورته؟ فيلي اسكتي. ايوه يا كوكو يا قمر اللي كبر سنه. المفروض انا اقطع انا عشان ده عيد ميلاد انا كمان. يا ابني اصبر. حسين حسين بص ما تشغلش دماغك بيها. كل اوه لا 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 شو 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 طيب يا ملك. ابو شكلك احترم نفسك. ما انا عايز ميلاد ملك. هي هي بنوت. انت راجل. هي بنوت يا عم. انا بنوت يا عم. ملك ده عظيم. انا عايز عيد ميلاد زيها. كل واحد عارف ايه نفسه. الله انت جبت لها هديه؟ ما هي المفروض تجيب لها كمان هديه. جبت لي هديه؟ جبت لي ان شاء الله.
وانا اجيب لك البنت وانت الراجل. ما هو عادي البنات بتجيب هدايا برضو الرجاله عادي. لا 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 المهم انا عادي. عمري ما سمعتك اديك قلت للرجاله انت اديله. كل سنه وانت طيبه، سنه سعيده عليكي. ملاك يا جماعه اصغر واشطر لاعب عندي. خدي من اخوك، من اخوك اكلني بقي اكلني بقي. خد حامل انت عبيط. هو اللي انت عبيط يا حسن؟ ما النهارده عيد ميلاد زي عيد ميلادها. هو ايه ده؟ ما ينفعش. هاي بس انا هاخد دي بقى، انا هاخد دي معلش بقى. ايدك لزعلك يا دي البنت اللي انت بتقول عليها؟ شايفاك مش راجل فقامت بدور الراجل. هسألك سؤال، هو انت مش عارف ان ملك معانا دايما؟ واختنا؟ طب ما انا اخت اخوك برضه. ودلوقتي يا جماعه احنا خارجين علشان ملك اللي نفسها فيها هنجيبه. اكيد هتعملي عيد ميلاد بره صح؟ نفسك تاكل ايه يا ملوكه؟ نفسي اكل بيتزا. وانا نفسي اكل برجر. انا نفسي اكل برجر. بيتزا؟ ايوه. وانا نفسي اكل برجر. يلا ننزل نجيب بيتزا. ودلوقتي يا ملوكه اي حاجه تطلبيها بما ان النهارده عيد ميلادك هجيبها لك. بجد؟ بجد. طب يلا بينا. البيتزا برضه الحاجات اللي اتفقنا عليها. لا لا. انا وانت باين يا كابتن. يلا بينا. يلا بينا. يلا. نفسك فيها يا ملوكه؟ نفسي شوكولاتات وشيبسيات وحاجات كتير قوي. وانا كمان تمام. يلا بينا. يلا. ودلوقتي يا ملوكه اي حاجه هو هيجيبها مش هناخدها، اي حاجه انت تجيبيها هناخدها. ماشي يلا بينا. يلا بينا. بصي لازم نخليه يعيط. شوف الهبل بيجيب بامبا جايبه لنفسه. انت جبت لمين؟ ليك. ودلوقتي يا ملوكه يلا اختار بسرعه اللي انت عايزاها. قلت مقاطعه ده يا بابا، ده مقاطعه. شيل انت عبيط. شيل ده مقاطعه. ده مقاطعه. بس حط ده هناك مكانه. ليه؟ حط ده مكانه دلوقتي. النهارده يا بنات عيد ميلاد ملك، تحب تقول لها ايه؟ كل سنه وانت طيبه. على فكره النهارده عيد ميلاد انا كمان. لا محدش طايقه. لا 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 سيب دي دلوقتي، بعدين ايه؟ لا اشيل ده، اشيل ده حبيبي. خد مش عايزين نتصور مع ده. ده جامد ده. حلو ده. هات دلوقتي. اسمه قطعه. مقاطعه. 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 اهم حاجه رفض مبسوط بالحاجات اللي انت جبتها. بسم الله مبسوط. ومبسوطه من الحاجات اللي احنا جبناها النهارده بقى. انا لسه هنحتفل. بالراحه يا بنتي صلي على النبي. ها نفسك في دي كمان؟ يا بنتي دي مقاطعه تقريبا. لا مش مقاطعه. وريني كده. يا جماعه دي مقاطعه ولا مش مقاطعه؟ يا ابني سيب دي دلوقتي. سيبها دلوقتي. مقاطعه. لا 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 مش مقاطعه. حطها. انا النهارده مبسوط قوي بيومك بجد، وان شاء الله احسن انا احتفل بيه في يوم تاني بقى. النهارده كان عيد ميلادي. خلاص بقى خلاص. المهم نمسك بيه تاني. بس ايه؟ نفسي شوكولاتات. شوكولاتات بس انت كده؟ والبيتزا برضه. طب ما يا حلوبه. طب يلا بينا. انا عايز برجر. ايه؟ عايز برجر. عايز ايه؟ برجر. لا سيبك منه. طب يلا بس احنا ايه؟ بس. خد الكاميرا ده. يا ابني يا حبيبي هدي كده خدها. النهارده عيد ميلادك تقول لها ايه؟ سنه طيبه. انت طيبه يا روحي. لنا كمان. لا انت عيد ميلادك مش النهارده. جبت لك الاكل يا كوكو. البيتزا اللي انت نفسك فيها. الله. عايز اقول لك ايه رايك بقى؟ عشان بس بتقول مقاطعه اهو. شوف بقى جبت لك ايه كمان. يلا يا سون. يلا يا سنسون. يلا كل ياكل بقى يمد ايده. ودلوقتي يا جماعه ملك قامت راح الحمام وجايه. ما تاكل يا زونه. كل جعان يا عم. خلاص دلوقتي حسونه يا حبيبي. انت ايه اللي مزعلك؟ ايه اللي مزعلك؟ عايز تاكل كل بعد اذنك سني بحالي دلوقتي. يا ابني اللي مزعلك ده انا بحبك يا ابني. هو انا سؤال صغير، ملك بعيد اهي. هو النهارده مش عيد ميلاد زي عيد ميلاد ملك؟ ايوه. هو اللي ايوه ما احنا احتفلنا بيك بقى حسين. انت مش حاجه ولا حاجه. غريبه قوي. ايه ده؟ انا ازيك؟ ما تجيب حته. ايه ده انا يا ولد اسمح. خد القمر مني بقى. القمر مني حبيبي. حبيب خال حبيب. سوس من جنب. من جنب. ودلوقتي يا جماعه بقى هنسال ملك سؤال، ولو كذبت هتتكهرب. بتحبيني يا ملك؟ طبعا. ايه؟ طبعا. بتحبيني يا ملك؟ طبعا. طبعا. بتحبيني كتير؟ جدا. هتتكهرب لو كذبت. ايه
انا عايز العب معاك. عمرك كذبت عليا يا ملوكه؟ اه عادي وارد برضه. ايه وارد يعني؟ شفته مش فاهم انت بتقول له ايه. وهنا يا جماعه الحسين فقد الامل ان انا اعمل له هديه او اعمل له عيد ميلاد اصلا النهارده. صح، حسيت هنا يا جماعه ان الحسين ماسك دموعه بالعافيه بس مش قادر يعيط علشان ملك قاعده معانا. انا هنا يا جماعه حسيت ان حسين صعب عليا ولازم اعرفه انه مقلب، بس كنت لسه راح اقول له ان هو مقلب سابني وجري. هنا قلت ما اعرفوش المقلب واسيبه على البيت عشان احضر له مفاجاته. ودلوقتي يا جماعه خلاص انا وصلت البيت وجبت جيكا وحمدي والاستاذ حسام. انا عايز اقول لكم ان اكتر ناس حسين بيحبهم من الناس دي حرفيا، وعايز اقول لكم كمان ان هو دلوقتي داخل على البيت وما اعرفش ان انا هنا مستنيه برضه، وسبقته على البيت عشان عارف ان هو عيل ملوش اي ستيل لازمه ملوش مكان غير كده في البيت. خلاص احنا يا جماعه صلوا على سيدنا النبي، احنا طول النهار بنعمل فيه مقلب، واول ما يدخل هنفرحه ونعرفه ان هو مقلب وربنا يستر. المهم هنطلعها له مفاجأة جامدة جدا يا جماعة، الكل مستنيها حرفيا. انا عن نفسي مستني اتفاجئ بالمفاجأة دي. جاهزين؟ جاهزين المفاجأة دي. على واحدة مستنيها على الباب دلوقتي. يلا بينا. ودلوقتي يا جماعة الحسين طالع. استنى عم ادخل وقفي. تعالى عندي. انا جاي لك بيخرب الدنيا ان ده كان مقلب فيك، وانا عارف ان انت حسيت انه قلب. ايوه بس ده برضه كان عيد ميلادي يعني. ده فاق ايه ده بس دلوقتي؟ ده فاق بيت وبيت رميناك ماضي وحكاياته رجال انت معانا على جدنا يا ده غالي. خلاص يا اسطى. ايوه بس انا دلوقتي النهارده يوم فاتني. السنه الجايه انا خرجت يا عم اعصابي كان احسن. السنه الجايه يا جماعه هعمل له احلى عيد ميلاد. ولا اقول لك يا ابني انت صعبت عليا. دي مفاجاه جامده جدا. مفاجاتك هنا. فاجاتنا هنا؟ الله. ده وكحه ولا كده؟ عارف جايبين له، انا جايب له ايه؟ ايه؟ بامبرز. قرب. بص يا جماعه المفاجاه اللي حسين بيحلم بيها. بيها؟ الحسين كان مستنيها. نيها؟ الصفقه. وعايز ياكل ايه؟ ايه؟ انت مش كان نفسك في ايفون يا حسين؟ ده بجد؟ يلا كمان واحده. استنى ده بجد والله؟ مفهوش لعبه؟ مفهوش لعبه ايه؟ يا ابني اصبر يا عم. يا عم تنتن ايه يا عم؟ تعالى بقى نفتح الموبايل. استنى بقى صلوا على النبي. لو طلع جواه ايفون بجد هتسامحني انا عملت فيه. هتجيب فيه؟ هتجيب لي بتتشال كده؟ انا اللي بضحك. دي حاجه تقيله. طن طن. ده ايفون. بروحه يلا شيك. يا عم ان شاء الله اللون الجديد كده. ابو تفاح. شفت لما مسك التليفون حبيبي؟ انا اللي جايبه لك. مش عايز. الله يلا تليفوني. واللي ردت يا لقيتها
شبه واحد صاحبي ويا ريت ولا كل وزي ما انت شفت يا جماعه القلب حنين وكبير برضو. عايز اقول لكم ان انا ما بستحملش الزعل على الحسين اطلاقا، بس بحاول اعمل ده عشانكم. بما اننا وصلنا اخر فيديو ما تنساش تشترك في القناه ونوصل الفيديو ده ل 150 الف لايك علشان هنعمل فيه ان شاء الله الفتره الجايه مقالب جامده جدا جدا جدا. وطبعا مش سامعني دلوقتي وقاعد هناك، واحبكم.